لما حددتي ميعاد فرح من غير ما تقولي لي انا واخواتك قبلها بمده ولا تعرفي حد، كانك مقطوعه وملكيش اهل. بس رجعت وقلت لروحي هي يعني كانت رجعت لي قبل ما تختار عساف؟ اي برضك فاجأتني كيف ما فاجأت الكل. سمعت قرارها على غفلة كيفي كيف الغرب. ايه يا بنت بطني ليه ما ترميش روحك في حضن امك ونفكر سوا وانصحك وتاخدي رأيي حتى لو مش هتعملي بيه، بس ما نقضوش عمرنا بنحله في اللي تعقد ونصلحه في اللي خرب. انا ما فهماش عامل لك ايه عساف ده؟ ساحر لك ولا مغمي عينيكي عن فحش اعماله وسواد قلبه؟ شايفه فيه ايه غير اللي احنا شايفينه؟ ليه مستنيه منه الحب مع ان وشه مرسوم عليه الكره والظلم؟ انا بقولها لك للمره المليون يا بنتي، اياكي تستني من عساف اي خير. عساف الغريب مفيش حد في مكره ولا فيش حد في قسوه قلبه ولا في حد في الدنيا جمع ربنا فيه كل رضي كيفه. كلامك متاخر قوي يما، انت بتديني في يدي تذكره درجه اولى، القطر خلاص طلع. كلامك دلوقتي مش هيعمل حاجة غير إنه هيزود في القلب الندم. السكينة خلاص مشيت على الرقبة وسيحت دمها، والخلق مدت يدها في الدم وخمست بيه على الحيطان، لحمها خلاص اتوزع وكل اتغدى منه كمان. عارفة لومت نفسي سيبوها تطلع مني عشان اتعلم، عشان بعد العمر ده كله لقيت اللي لسه ناقصني في العمر علاء. وحقك علي لو زعلت اني ما رجعت الكيش، بس بكره تعرفي انا عملت كده ليه. انت في حاجه مخبيها علي يا جليل؟ حاجات يما مش حاجه، بس مش وقت الحكي دلوقتي.